هذا الفيديو ببين كان سوينا حادث. كيف احنا لما بنصيد الحياية، صيد الحياية صعب. كيف لما برن علي حدا وبروح بصيد الحي، رن علي واحد هين ساكن صاحبنا وبقول لي في حي عند الدار، هاي بستنوا، هاي بستنوا. ايه يا عش، وين وين الحي؟ ها يلا بدي اصف. بس انزل انزل، معيش لا عصاي ولا فشار. وين بسرعه، تعال. كيف حالك يا محمد؟ شو قصة خطوة؟ طب وين دخلت؟ ما بدنا نعرف، مبين محلها. وين ها؟ جوا الدوار، تعال هات فشاطة. في معنا واحد. أعطيني فشاطة، السلام عليكم. شو قصة الحي؟ ها جوا الدوار؟ ها ورا الكنبة. مش تطلع تكرمني فشاطة، شو لونها؟ لونها؟ سمرة وحمرة؟ تبعت اشوف سمرة وحمرة، هي بتجوز سامة، سمرة وبيضة قصدك؟ سمرة وبنية. سمرة بتطلع من عند من هنا. بنحط عليها قشطة، ابعد شوي. وينها؟ وينها يا زلمة؟ لحظة شوي. شو خميلة؟ خمل؟ خم؟ اسمع اسمع. فكت تنفخ؟ اه نفخت في رجل. طيب. بينات. اصبر شوي يا عم، اصبر شوي. بلشت الثلاثة اللي جوا شيء. كم الأرجيلة هاي؟ امسك امسك امسك. طب مش برجع طب شوف كيف دخلت الخليج. جمال شوف شوي انت بس. شوفها جوا الكنبة. مسجل، كيف خليني أول شيء أشوف تحت المسجل. بس من عندك تبع يا غياث، مصطفى تبع من غياث. انت عم تعدك في الدنيا. خلينا كم لي هذول. أيوه. أنا بديش تبكى داخلة في الزير هان. تبكى سامة العصاي مش معي أنا بيوم. احنا محسوبك اليوم مريض. مستوي أنا. مش فاهم يا جماعة. مش ظلت في الكنباية زي ما بقول لك. في الكنباية؟ طب خليني أكل بالتلفزيون. شوي شوي امسك يا امسك. بدي أتأكد لك أنا. بركي دخلت في جوا الزير. يا عمي بعد يا حبيبي. طيب. الكنباية هاي بتضطر مزعلك الشحفة هاي. ماشي؟ في بس. حضر حالك تبدو. وصف لي اياها كمان مرة. خميلة زهرة. زهرة و فيها سواد. اسمع. اسمع شوي. مرهبة هيك. شنين هالكنبة هي موسعة هاي زلمة. هاي قشطة مش بدنا العصاية يا ابوي، لو معي عصاية. جمال خلي واحد ينزل جيبها متحس. اصبر شوي انا بدي المحها احدد الحي سامي ولا لا اول. إذا في حدا ينزل تحت أنا بروح. انزل غاد كل إبراهيم، أعطيني العصايتين تبعت الحياة. افتي عليها. شو؟ فيش سيارة ثانية تروح؟ لحظة لحظة، هاي هاي هاي. تعال 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 تعال. هاي هاي هاي. شوف وين داخلة؟ جوا الكنباي. هاي هاي هاي. سامة شوي بديش تشرد. سامة؟ اصبر يا زلمة. ابعد. امسك 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 امسك. اوعى دير بالك. لا لا مش سامة، لو سامة بمد شيدي وبمسكها جوا. هاي حياة نافخة. هاي تتواجد دائما بين الدور بشكل كبير. هاي مش سامة بتخوفش. داخل جوا رابطه. تخوفش تخوفش هاي مش سامة. هذا شوف ورجيهم الحي هاي. تقولش هذه؟ اعطيني شو احطها فيها. استنى شوف ها؟ مش سامة مش سامة. اوعى دير بالك لا تنسى. ايش الهنياب هاي طبعا. هاي نوعها منيح، هاي نوعها بوكل. والله شفتها تحت الدال يا ولد. بوكل السام هاي نوعها منيح ما بتخوفش. شفتها تحت الدال نار عزيز. هذول ملان زيهم بين الدور، بيعيشوا بكثره، مناح هذول الحياه اصلا. اه مناح، البنت تعرف وين عليه. عندك منيح. بس يا زلمه زي هذول هنا. لا هذيك بتختلف، شو جاب لجنب؟ والله هذول نفسهم. يا زلمه هذيك خملها نفس الشكل بس هذيك خميله. هذيك خميله هذيك. خميله. خميله. هاي فش الهنياب مش. ليش تنفخ؟ تنفخ بتدافع عن حالها عشان تشرب. شايف؟ بس صوت اسنانها طلع يا جمال. اسنان الها اسنان بس مش سامة. بس هذه بتشرب سي سامة. شايف؟ لا يا زلمة هاي نوعها ربنا خلقها مش سامة. هاي ربنا خلقها مش سامة. هي مش سامة. هاي منيحة بالعكس، هاي بتوكل الفراخ السامة. ممتازة هالحية. أنا لو محلهم بخليها فلتة برا باخذهاش بس خلص. والله العظيم مش سامة مش منيحة هاي. ها؟
انا صرت اخاف اطلع سيارتك هالكيف. جا طيب بلاش احسن خلاص. يلا يلا توكل على الله. لا تنسى يا اخوان فضلا وليس امرا، اللي بيحب يتابعني على تيك توك هاي رابط التيك توك على الوصف وعلى التعليقات، والسلام عليكم.